دقيقة 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 هيا دقيقة وسلام سلام 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 دقيقة برك يا عبيدة دقيقة برك عايش ولدي هيا هذه ميساج للجيل الجديد جيت باش نحكي لكم على قصة فيسع فيسع هيا ترى هيا هيا بسم الله بسم الله بسم الله هيا بخر 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 هيا وخيتي بخر بخر شوي بخور هيا هيا الجيل الجديد جيت باش نحكي لكم حكاية ترى شا 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 شقوداد وشقوداد ايا باش نحكي لكم على كدبش القديم نتاع الصيف نتاع ما عادش يجي قد الاولاد وعلى الدبش نتاع اللي فيه ديتاش ولا منقوب ولا سايب وفاه وفات حياته اش باش نعملوا له ترى اي ايا تراها تراها طلع طلع اي طلع طلع اي ترى لا لا مشكلي مش ولاق ترى شرائط شرائط يا مدام هيا الجيل الجديد تفرجوا شو يعملوا قبل بالدبش ما يلوحوا شيء ما يلوحوا شيء ما يلوحوا شيء شرائط شرائط فتيله بلا زيت تعرفوها هكا هاو اكل فتيله باش يشعلوا بها الكانون يا حسره يا حسره يا حسره على زمان بو عنبة يعملوا هكا يا هيا نهار تقطيع شرائط شرائط وخيتي باش نعملوا الفتيله فتيل بلا زيت هاكا قد يشدوا طرف زيت مقلي باش يلوحوه ويغطسوه فم الكل الفتيل تلقاها ساعه كل جدة وكل ام وهما ها حالين فتريه هاك منهم يعملوا ديفولمون شفت الديفولمون ها هكاك الدنيا كل تلقاها وخيتي على الخيط الفتيله يا للا هكك 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 شولق 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 قطايع قطايع شرايط شرايط هكيكا ومن بعد يغطسوهم فوق الزيت المقلي اكلي ما عادش امل فيه وكي يجيو يشعلوا الكانون قد يمدوا صليحه كحك الطماطم منقوبه هكا وكل شيء باش يشعلوا الكانون يا ليلى مش هكايا تبلفيتو ودرشنوه وبخر ويعملوا كانون هو بيدو يا ليلى ما نحكي لكمش قد ويعملوا ياخذوا فتيله تلقاها مغطسه بزيت ويحطوها ويشعلوا النار باش قد ويكيبوا عليها هكا بشويه فحم يرحمك يا امي انت قد وتحط صليحه وتبدا عادك هو عاد اليوم ولدي نرفزني عاد باش قلت يا والله ذكرني في الفتيل اي حاجه اخرى زيدت تعملهم امي قطاع كانت تعمل هكا تاخذ قطاع جوتابل نشف بها كشويه لقاو قالت لها واحد ديريكت البوبيله اياك هو كاويك هي الخدمه تو هيك الخدمه باش نعشي نعمل شويه فتيل هيا سلام سلام سلام